بسم الله الرحمن الرحيم. ناولني واحدة واحدة. اهلا اهلا، الله يسعد اوقاتكم مما كنتوا عم بتتابعوني. اشتقت لكم كتير 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 قد ما قلت لكم. ما بعرف وجوهكم، اكيد يعني كلمه اشتقت لكم يعني تعبير مجازي عن الاشتياق، مثلا للتعليقات الحلوه، لكلماتكم الراقيه اللي بتعبر عن جد عن جد عن ناس راقين واسلوب اخذ اخذ، يعني بياخذ لي قلبي وعقلي على فكرة، مو بس أنا لماما كمان. بدي أتشكركم كتير على أكابريتكم، أنتوا عن جد ناس أكابر. بدي أتشكركم على الدعم اللي عم تقدموا لي. هلأ هون كون أنا صار لي زمان ما اشتغلت تقريبا شي 17 يوم خلينا نقول، فعندي المزايد فاضية، عندي المطبخ مبهدل، كل شي مبهدل الحمد لله. بس هلأ أنا قمت يعني من مطرحي، يعني شو بدي لكم، مجبر أخاك لا بطل. حسيت هيك بتقلبي حركتي تقيلة، يعني كأنه ما لي نفس قوم، ما لي نفس اشتغل، ما نفس امسك كاميرا وصور. بس مع هيك شديت حالي وقمت. فالمجلة عندي هون مصفر شوي وهيك يعني حالته حالة، فحطيت له مسحوق غسيل وكلور. كتير ظريف هذا الشيء يخلي المجلة يلمع لمع. هاي الفرشاية عندي اياها لدفع البلا، من زمان كانوا يقولوا، من زمان هيك مثل شيء مثلا انه كتير بيكونوا منيح بيقولوا لدفع البلا ورد القضاء، واستغفر الله العظيم يعني. بس مثلا او بيقولوا مثلا بتطحن بن، فهي الفرشاية فعليا بتطحن بن، يعني ناقص انه تطحن بن. فانا بستخدمها للمجلى، للزوايا، لكل شيء هيك اماكن غليظة وسئيلة بستخدمها هاي الفرشاية. فمثلا عندي طنجرة بدها حف زيادة بدون ليفة أو سيفة، فبستخدمها للمجلى، بستخدمها للزوايا، بستخدمها هلأ شوي تاني بتشوفوا شلون للتريات بستخدمها. فكتير ظريفة وما إلي غنى عنها بدل فرشاية أسنان، يعني في ناس بتستخدم فرشاية أسنان. إيه والله ظريفة، وأغلب البيوت موجودة فيها. المهم إنه والله دعكت ودعكة ماكنة للمجلى، كنت متجاكرة منه بهاي الفترة. هلأ هو رح تستغربوا انه انا لهالدرجه مثلا اصبعتي كانت عايقتني، فعلا كانت عملت لي اعاقه انه ما عم بس يعني بصايره بايدي اليمين ومفصل يعني مركز تحكم، وانه ممنوع تنبل بمي حتى ما يصير في التهاب لا سمح الله. فاشتغل بايدي اليسار بس ما ينفش قلبي، يعني انا اقوم اشتغل، مو انه ما اشتغل قاعده بالمره، بس يعني مو مثل العاده وقت اللي بقوم وبشتغل وبقضي كل شيء وبصور هيك بهمه عاليه ونشاط، لا. بس هلا الحمد لله رب العالمين رجعت. بس شلون مثل ما قلت لكم قايمه مكسله هيك، حاسه انه بدني تقيل، حاسه انه يا الله مش عبالي. بس مع هيك قمت يا رب وبسم الله الرحمن الرحيم، يعني شيء بيت وسخ صراحه، كتير وسخ، خاصه انا حوالي عمار، فوقي عمار وتحتنا عمار، وجنبي فرن خبز، يعني ابدا بلزق البناية فرن الخبز كله طحين ما شاء الله. تشوفوا الطحين عم يلعب لعب بالبيت، يعني ما بيلحق، بمسح الغبره من هون تاني يوم تتعبى غبره. فصاير عندي تراب اتربه وطحين، يعني وقت الجد صار بدها همه، صار بدها قومه القصه. غير انه بقى بدي اقوم اشتغل لانه صار لي زمان هامل البيت، هملت البيت كتير كتير صراحه. غير هيك في تحضيرات الشتاء، بتعرفوا بقى جد هجم البرد بفرد مره، ما شاء الله على هالهجمة اللي هجمها. يعني بالعادة بيكون في مقدمات، لا هي السنة أبدا ما في مقدمات. فرد مرة حسيت إنه صار برد، لك ليش هيك؟ يعني السنة الماضية بلش بكوانين كانون الثاني تقريبا بلش البرد، لا هلا من تشرين مبلش درجات الحرارة كتير منخفضة وبرد، وما في تدفئة وما في كهرباء الحمد لله. وشو ما طلعنا تياب الشتوي وما مدينا السجاد، فلذلك قمت نظفت ومديت السجاد وطلعت الشتوي وعملت هالحفلة تبع النكتة فرد مرة. هلا هون عم ورجيكم عندي هي طاسة الرعبة، بتعرفوا طاسة الرعبة ما؟
بيكون مكتوب فيها آيات وآية الكرسي. فهلأ أنا أمتى من زبديتها إلى زبدية خاصة، وعاء خاص يعني هي نحاس، أمتى وحطيتها بهذا الكوب الكأس مشان أشرب براحتي؟ حطيت له زرار الورد، هذا الورد المحمدي بتسألوني عليه دائما، بجيبه من البزورية. ايه والله، فبنقع المي بحب اشرب فيها، بنقع المي بحيث انه تاخذ ايات القران واشربها. كتير ظريفه ولذيذه وحركه، يعني بحسها مفيده يعني. فهون الصبح بكير على صلاه الصبح، بعد ما صليت الصبح عملت القهوه ونظفت واشتغلت، حتى بقى بدي بلش نهاري بشغل واقول يا رب. ايوه يسلم ايدك. هلا وين اواعي ستك؟ ستك متى عايزه بدك؟ بدك تشربي دواء؟ شو؟ دواء ايه؟ لا قبل بنجيب الهذا. عدي هنيك لك، عدي هنيك لك، صلي على النبي. عشان بس اشوف وين هلا هذول تقوم فيها. لك يا طولي معافرين فيها صندلي حالك يا بنت اللذينة. دلي لحالي؟ والله حتى شرشف ما لي حاطه فوقهم. كثير الايام عم تمشي بسرعه، ما بدهم لا شرشف ولا شيء. شو هي؟ شو هي؟ ثيابي ايه تبع الرياضه هذول؟ امي هذول اوعينا واوعيكي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما بدك ياهم، عندي كل شيء. منيح شكلي انت، طلعي كل شيء. عندي الحمد لله رب العالمين. اي ما بدك ياهم. زوجتنا ولا وعي تيتا ماما؟ لا بدي اوعي لتيتا وانا بقيم اوعي. ليك حاطط له هذا البودره عشان شايفه؟ حاطط لهم شويه دواء بس تطول بالك. شو هو؟ هي تبع هي جانتي ماما. هي الستره وين بدي احط لكم؟ لك عم يحطها بعدي تبعتي. كان عم طلع ماما ما مصفح. هذا بنطرونك ماما تبعاتي وتبعاتك. رح تستغربوا ان انا وماما هيك عم نتحاكى. لك والله بتذكر انه ضبيتهم ضبي ماكنه وراكزه، وصورت وقتها شاركتكم هاي اللحظات بالسنه الماضيه. بس ما بعرف هيك بنفتح التخت تقولوا معركه في بقلب التخت، ما بعرف يمكن لانه انا ما حطيت لهم شرشف، ما غطيتهم بشي هيك قطعه قماش، والله ما بعرف. المهم انه ثيابي وثياب ماما مع بعضه. أخذ معي شغل شي ساعتين وأكتر ضب الصيفي وتطليع الشتوي. الحمد لله رب العالمين، طلعت والله الشتوي تبعي وتبع ماما وتبع أولادي كلهم هيك، وتساعدنا الحمد لله. الله يرضى على زهير، ساعدني كتير الحمد لله. لو ما أنه ساعدني صراحة كنت ما خلصت بهذا الوقت يعني. وماما كمان صارت تطوي معي الله خليناها. طبعا أنا بشتغل يعني حواليها، بس هي هيك شوي بتساعدني بضبط الأواعي. سكك الشبابيك صار لي شي يعني شي شهرين ما مديت ايدي عليهم. شو بصير فيني انا ما بعرف اذا لاحظتوا، بسقي الزريعه وبنظفها، وصار خريف وصار شتاء وهوا ومثل ما قلت لكم يعني عمار حوالينا، وصار هيك قصص وطحين، فبتتعبى بتتحشى تحشاي وسخ. وعندي شجره كينه بضل بتهرهر عليها كتير كتير، يعني وضع مأساوي صراحة. فعم ورجيكم أنا، شوفوا الوسخ. حدا يحكي علي خلاص هيك يعني. شو بدي ورجيكم أنا دائما نظافة؟ طبعا في وسخ، في زبالة، في كركيب، يعني بيت عرفتوا نحن بناكل وبنشرب وكل شيء بنعمل فيه، وبندرس وبنغير ثيابنا وبنضب ثياب، فهذا بيت يعني. فاللي بتشوف أنه دائما أنه بيتي نظيف أو مطبخي دائما نظيف، لا هي الصورة غلط، لأنه دائما نحن إيدنا فيه، بس بنشتغل من قيم بنحط، فاجباري رح يكون وسخ واجباري رح ننظف. واكثر شيء بيجاكرني بالسكك تبع الشبابيك انه قديمه، هو العمار بشكل عام قديم، هو صار البيت عربي على فرنجي، فمو بناء نظامي عرفتوا. فسكك قديمه كتير، وقد ما نظفتها بضل هيك في كانه صمغ فيها قديم، ما بعرف لانه اهلي مالهم زمان اخذين هذا البيت، يعني احنا مو من زمان ساكنين هون، كنا ساكنين من زمان بشارع الامين، فصار لهم هلا شيء تقريبا 13 سنه اهلي بهذا البيت، فما من زمان، بس هي الشبابيك من زمان يعني ما جددناه هون ابدا. عم اشتغل اول باول، نهايه
الصيفي والشتوي الحمد لله ضبيتهم وركنت وغسلت الشبابيك لانه كتير مزفتين وسخ مو طبيعي عليهم. السماكه هالقد قدها يعني شي 3 سنتي. وهلا والله بدي التفت بقى، هلا بدي اخير وجوه المخدات والشراشف للشتوي، بدي اعملهم هيك على لون. هلا انا من الاساس شوفوا عملتهم خريفي اصفر وبرتقالي اورانج بس وعلى بني كمان، بس هلا كمان بدي اعمل نفس الشيء، بدي احط الغامق والحاف. بالخريف وبأوائل الشتاء بحب استعمل الغوامق واللون الأورانج والأصفر، بحب إنه يكسر لون، ما بعرف هيك بيستهوين هي الألوان يعني صراحة. فهلا هون كنت عم دور على الغوامق، كنت لأنه حاطة الفواتح بالوش على الوجه يعني فوق، فبالصيف بستعملهم. هلا هون طلعت الشراشف، كمان طلعت شرشف دبل، شو مو بدبل فيس، لا شو بيقولوا له هذا المشمع، يعني بيكون في واقي وقاية كوقاية يعني له مشمع منشان تسريبات مثلا من الفرشة، مثلا لا سمح الله شي ولد عمل نونو أو مثلا كبيته عصير أو قهوة فما يسرب للفرشة. فهذا الشرشف كتير بحبه يعني حافظ لي على الفرشة صراحة قدر الإمكان يعني إنه ما تتوسخ، فبحطه بعدين بحط فوق منه شرشف عادي لانه هذا شوي هيك بيجي غليظ وقت النوم، فوقت اللي بحط شرشف عادي مثل الساتان او شيء هيك ماشته يعني رطبه وناعمه اهون من هذا الشرشف، يعني طبقتين بحط على الفرشه وبس هيك يعني. جاعوا فبدي طعميهم، هلا ما طعمتهم شيء بدي فطرهم، رح طعميهم فلافل وغير تياب يحيى لانه توسخوا تيابه، بدي بلش مد سجاد. هلا كل الناس شو بتعمل؟ بتمد سجاد ايمتى؟ وقت يعني بخلصوا تنظيف كل شيء. لا انا بنص الشغل يعني، انا بمد سجاد بعدين بنظف. بعد يحيى يعني احلى شيء الواحده انه شو بتعمل؟ بتنظف الغبره، بتنهي كل شيء، مرايا بتلمع، بلور بتمسح، حكي نبايات، كل شيء بتنهي كل شيء، اخر شيء بقى بتشطف وبتمد سجاد. لا انا شو عملت؟ ضبيت الصيفي وشتو، ساويت الشبابيك وغيرت فرشه التخت وهالقصص يعني والفرش، بعدين مديت السجاد. لا وبعدين اللي خطر لي بقى انه لازم انا امسح الغبار والاواني والصمديات والمشربيات. هلا هذا طعم سفره عندي انا بس صامته كونه ما عندي سفره يعني قصدي انه يعني طاوله سفره هيك، هذا هو هذا هيك في الكلوري معه جرس على الاساس للخدم يعني بيرنوا لهم بالجرس مشان يجيبوا لهم شيء او يجوا لعندهم الخدم، هيك هو طقم يعني. فانا صامته صمد بس هو حلو يعني كنوع من الفلكلور بعتبره، وتقيل على فكره بس بحبه كتير يعني، هذا مميز عندي هذا الطقم. المهم هلا مالكم بطول السيره، انا بكون بصيره 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 الحمد لله مثل العاده. ف ذكرت بقى انه امسح اللوحات وامسح المرايا والغبره والكنبايات، معلش معلش الانسان بيتعلم، معي بتعلم، بس انه شلون يعني مديت السجاد بعدين اشتغلت، فهمتوا علي انتو شلون؟ بس احزروا شو كمان انا كان يعني اللي ببالي انه بدي استغل وجود اولادي لانه عندهم دراسه. ف قلت لحالي يا بنت يا بنت
خليوني يساعدوك، اسمه جايتهم الهمه لانه اكل وفطر، عرفتوا كيف؟ بيساعدوني بعدين بيروحوا، انا بركن يعني هيك الغبره وهالقصص، هن بيروحوا بيدرسوا، الله ييسر لهم بيرتاحوا، لانه كمان بدهم يرتاحوا. بس ما بعرف اذا سمعتوا جننهم يحيى بعد يحيى وبعد يحيى بعد يحيى وبعد يحيى، الله يحمي يا رب. انتوا بس لاحظوا سمك الغبره اللي عندي، عن جد شيء بيسود الوش. بس معلش يعني انتوا غالين علي وانا ما بحب اخبي عنكم شيء، هي الغبره وهي انا وهذا البيت، يعني شو اعمل؟ كله بده تنظيف، شو اعمل؟ طيب يعني عم جيبها من بيت ابي الغبره، عم تجي من الجو. المهم انه هلا باعتبار انه جاي الدنيا عشتة وبرد، فالوقت المناسب انه ساوي الصوفايات والكنب عندي، لانه بتعرفوا مي ولقلقه وجقجقه ما بتنشف، يعني الكنبايات ما بتنشف بالشتاء وبالبرد، اما هلا ممكن تنشف يعني. فهذا كتير منيح، هذا البخاخ جيد جدا، يعني ما بيقل ابدا عن العصلاج. تتذكر وقت من فتره ساويت لكم بالعصلاج؟ كتير منيح العصلاج للصوفايات للفرش، وهذا نفس الشيء. فحطيت شويه مسحوق غسيل بالمي للريحه، كتير كتير ممتاز كمان مع مي، ورح بخ وادعك هالصوفايات، بخ وادعك بالمي ودواء الغسيل، كتير بيعطي ريحه حلوه على فكره وبينظف. شايفين هون كيف هيك لو موسخ من هون عندي الحواف تبعها، بس ما شاء الله دغري عم ينضف. شايفين هي الثانيه نضفت دغري، كحت ايه بتحسيه كحت، بس هو مو كحت وسخ. توبشيني مو يعني تقبليني، ريت الشر عنك كلتا الحالتين. الشغبة يا جد عليك. هات ناولني وحدة وحدة. اوعى تدعس عليها. الله يلا احسنهم انا ونرجع لكم. صدق رسول الله وقت اللي قال خير أمتي في بكورها، عن جد انتش انجزت انا من الصبح لحد هلا لو وصلت للمساء، لانه هم حضروا بطاطاي نعناع بقدونس بازيلا فطور جزر هيك، يعني
يعني اعمل هيك شويه شوربه، ثوم، ثوم مع هي تبعه فرامته والبصله والدجاج. هلا شو رح اعمل لبين ما خليني اساوي البصله، عفوا الدجاج، لبين ما شو لبين ما خرت هدول. شوية زيت. هلا هون فيكم تستبدلوا بزبدة كمان كثير طيبة مع شوربة الخضر. أربعة وخميس جمعة إجا برد فظيع، فالخميس زوجي دق لي اللي قلت له شو جاب عليك تاكل، شو نعمل شو نساوي، يعني ما قدران اصلا اطبخ زياده. قال لي ساوي لنا لقمه شوربه ندفي فيها خواصرنا لانه صراحه برد يعني. فوالله قلت لحالي والله بوقتها، وعندي غراضة الحمد لله، عندي شويه بطاطا شويه جزر شويه بزال، يعني هيك عندي اياهم الحمد لله رب العالمين. قلت والله لقمه شوربه خضار عن جد من اطيب هي انواع الشوربات، من اطيب ما يكون، حتى خرج الرجيم والدايت يعني، فيكم تحطوا لها زيت زيتون، فيكم تحطوا لها قطعه زبده، فكل شيء بدي افرمه ناعم بفرم البصل ناعم، فيكم تحطوا لحم بدل الدجاج، فيكم ما تحطوا ابدا لا لحم ولا دجاج. بضيف عليها مي سخنه غليانه، بدكم تنتبهوا اذا الطنجره باركس بدكم تنتبهوا انه تكون المي وقت تضيفوها تكون غليانه، ما تكون بارده لانه بتفرط فريط بتروح نيفا يعني الطنجره. هلا هيك طبقه من الشوربه بتقدروا تحطوا لها اللي بدكم اياه، فطر، درا، بتقدروا تحطوا بروكلي، قرنبيط زهره، كريمب، كل شيء بتقدروا تحطوا له، شو ما بتحطوا له بيلبق لها، كل شيء بيلبق لها على فكره، هي حديقه يعني من الخضار. المتوفر عندي حطيت اللايا، ولو عندي اكثر كنت حطيت صراحه، انا عندي شويه بازاليا حطيت، اضافات بتجنن ومفيده للامعاء وللجهاز الهضمي كثير منيحه. ضفت لها كمان مي بعد ما استوت نص استواء، بعد ما تستوي بدي احط لها ملح، احط لها بودره ماجي طيبه معها، وشويه يعني رشه كزبره ناعمه او يابسه بيقولوا لها، ولون صفار الزعفران بحط لها، في ناس بتحط لها عصفور، وما في نكهه بس بيعطي لها لون رائع للشوربه. بدي انصحكم نصيحة انه يكون الفطر فريش ما يكون معلب، لانه مو طيب ابدا المعلب وبيعلك. حتى في ناس بتحط لها شعيرية كمان طيبة معها، مثل شوربة الشعيرية او شوربة الماجي بيقولوا لها. حتركها تاخذ غلو على فكرة فورا بتستوي، ما اخذت 10 دقائق. ورح بلش اسكبها. واطيب طبق، هذا مثل طبق افلام كرتون الانمي او مثلا شو بيقولوا له الحساء، حان وقت الحساء. هاد كان كل شي لليوم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، بحبكم كتير وبأمان الله.